بعد أسبوعين من العمليات العسكرية لا يزال الجنوب السوري محط اهتمام دولي لما فيه من تشابك مصالح واستراتيجيات. النظام السوري وكما في السيناريوهات السابقة في الغوطة والقلمون وغيرها يواصل ذلك المناطق وتعزيز موقعه عسكريا بانتظار أي اتفاق. في هذه الأثناء تجرى محادثات بين روسيا حليفة دمشق والفصائل المسلحة حول مصير محافظة درعا. كل ذلك يحصل وسط حسابات خاصة لإسرائيل الرافضة لأي وجود إيراني على حدودها، والأردن الذي يتخذ الإجراءات لمنع أي موجات نزوح جديدة. العمليات العسكرية جنوب سوريا مستمرة، ودول الجوار تسعى لتطويق تداعياتها الإقليمية. فبينما يخشى الأردن من تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيه، تخشى إسرائيل من أن تصبح القوات الإيرانية على حدودها. ولذلك فما أن انهارت المحادثات بين الروس والمعارضة السورية بشأن التوصل لاتفاق سلام، حتى تدخل الأردن لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. الوساطة الأردنية تعمل على إيقاف العنف في سوريا مقابل استعادة سيادة الدولة على محافظة درعا. الأردن بدأ فعلا أو مستمر منذ أيام بموضوع المفاوضات حتى نصل إلى حل سياسي. الأردن يجمع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، ويؤكد دائما أنه العودة إلى خفض التصعيد أو وقف التصعيد، وقف القتل ووقف العنف في الداخل السوري هو أساس، وهو أساس الحل. الأردن معني بوضع حد للحرب المحاذية لحدوده باعتباره أكبر المتضررين منها، فالبلد الجار المثقل كاهله باللاجئين السوريين لم يعد قادرا حسب ما صرح مسؤولون أردنيون على استقبال المزيد منهم. الجيش الأردني يوزع المساعدات الإنسانية على اللاجئين السوريين داخل الحدود السورية بعد أن تسببت العمليات العسكرية المدعومة بقصف مكثف بنزوح أكثر من 150 ألف شخص في جنوب سوريا. أما إسرائيل فقد رفعت هي الأخرى حالة التأهب، وقامت بتعزيز الفرق العسكرية في الجولان بقوات مدرعة ومدفعية. وبموازاة الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية، جددت تل أبيب تأكيدها أنها ستلتزم بعدم التدخل فيما يحدث في سوريا، ولكن سياسة عدم التدخل التي تنتهجها إسرائيل قد تنهار أمام أي تطور في الأحداث بمحافظة درعا. سنطالب بتطبيق صارم لاتفاقية فك الارتباط مع الجيش السوري الموقع عام 1974، وأنا على تواصل دائم مع الكرملين والبيت الأبيض بهذا الخصوص. فقد أكد رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي أن تجاوز إيران للخطوط الحمراء في سوريا سيجعل إسرائيل تتدخل في القتال الدائر جنوبي البلاد. معنا الآن عبر الهاتف من عمان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات. معالي الوزيرة مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. سأسألك بعد قليل عن الجهد الإغاثي الذي يقوم به الأردن لمساعدة النازحين على الحدود الأردنية السورية، ولكن دعيني أسألك أولا عن هذه الوساطة التي يقوم بها الأردن. هذا دور لافت، لماذا يقوم الأردن بهذه الوساطة بين روسيا وبين الفصائل المعارضة بدون، حسب معرفتي على الأقل، بدون أي دور للحكومة السورية؟ يعني أولا الأردن تربطه علاقة إيجابية مع كل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، وأيضا لديه روابط مع المعارضة. الدافع الرئيسي للدور الأردني صراحة هو قناعة الأردن بماهية الحل المطلوب حتى تنتهي الأزمة في الجنوب السوري، وهذا يصب في هذا الموقف الذي يقول إنه لا حل في سوريا إلا حل سياسي ووقف القتل والدم والمعارك الدائرة في الجنوب السوري. كل المساعي في محاولات في عقد هذه المفاوضات والمحاولة إلى توصل إلى توافق ينهي هذه الحالة بصراحة تصب باتجاه الدعوة الأردنية الدائمة والمستمرة منذ سنوات أن لا حل في سوريا إلا حل سياسي تتوافق عليه الأطراف، وهذا اليوم بات ضرورة بالنسبة للأردن وربما ملحة أكثر بعد أن سقط اتفاق خفض التصعيد الذي كان مقر. ولذلك يسعى الأردن كما يؤمن ويقتنع أنه يجب أن تبقى هذه
هذه المنطقة هادئة وأن ينتهي وأن تنتهي الأزمة في الجنوب السوري. ولكن ما عليك، أنت أشرت إلى اتفاق خفض التصعيد الذي كان الأردن جزء منه، جزء أساسي منه، لماذا لا يعمل على تفعيل وإعادة العمل بهذا الاتفاق بدل يعني اختراع العجلة من جديد والتوصل إلى اتفاقات جديدة؟ هناك اتفاق واضح لوقف أعمال العنف في هذا الجزء من سوريا. هذا صحيح، يعني كلا الهدفين صراحة لا يختلفان ويصبان في نفس النتيجة، سواء عدنا إلى وقف التصعيد، اتفاق وقف التصعيد الذي كان الأردن لاعب رئيسي فيه وتم الإعلان عنه في عمان في ذلك الوقت، أو حتى من خلال الآن توافق جديد على إنهاء حالة القتال القائمة والحرب القائمة. بصراحة كل الأهداف بغض النظر عن تسمياتها أخي هي إلى تهدئة الجنوب السوري وإنهاء معاناة الأشقاء في الجنوب السوري، وتحديدا ونحن لاحظنا كم كان الوضع متدحرجا خلال الفترة الماضية الأيام الماضية، وحجم حركات النزوح الداخلي والمعاناة الإنسانية التي يعاني منها السوري في تلك المنطقة. هل للحكومة السورية أي دور في هذه الجهود معالي الوزيرة؟ بالنهاية الروس يمثلون وجهة نظر النظام السوري يعني، والأردن يتواصل مع الروس وأيضا مع المعارضة ويجمع الأطراف التي هي صاحبة الكلمة الفصل يعني في الميدان، لعل وعسى أن يتم التواصل إلى هذا الاتفاق أو التوافق. الأردن طبعا كما نعلم يسعى إلى فتح المعبر، معبر نصيب بين الأردن وسوريا، هل هذا يعني بشكل من الأشكال أن هناك اتصالات بين الأردن وبين الحكومة السورية بشكل رسمي؟ لا، يعني الحديث عن المعبر بصراحة ما يزال الوضع يعني اليوم الأردن يعني يرفض الحديث عن فتح الحدود، فما بالك بفتح المعبر. الحديث مبكر عن فتح المعبر بصراحة، فتح المعبر يحتاج يعني له شروطه يعني الموضوعية وله شروطه الواقعية حتى يتم بصراحة، يعني أنت لا يستطيع الأردن صراحة أن يبدأ التفكير بقصة المعبر إلى أن تستوي الأمور وتتضح الصورة في الجنوب السوري، لأنه يعني حتى يعني الحالة الإنسانية المقلقة والموجعة في الجنوب السوري بصراحة لم تضطر الأردن حتى اللحظة للتفكير أو حتى يعني بأن يعاد فتح الحدود في هذا التوقيت وفي هذا الظرف الصعب. الحديث عن المعبر كما قلت لك يعني مسألة مبكرة، ربما سيأتي وقتها إن توفرت الظروف الموضوعية التي تسمح بذلك، لكن حتى اللحظة لا تتوفر هذه الظروف، وبالتالي الحديث عن هذه الجزئية يعني سابق لأوانه. الأردن بصراحة لديه مصلحة كبرى ووطنية أن تنتهي الأزمة في الجنوب السوري، لأنه لديه حدود طويلة مع سوريا، هذا واحد. اثنين، حالة النزوح أيضا تشكل ضغط على الأردن، لأنه الكل يعرف الجغرافيا السورية وطبيعة المجموعات الإرهابية التي كانت في الجنوب السوري، وبالتالي من مصلحته أن 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 تتوقف حالة الفوضى الدائرة حاليا حتى تتضح الصورة أكثر ويستطيع أن يتعامل معها. ولذلك يعني يسعى الأردن إلى حل سياسي، يسعى إلى توطين وإبقاء السوريين متمسكين بأرضهم، وذلك بتقويتهم وتدعيم موقفهم من خلال سياسة تقديم الدعم التي بدأت منذ ليلة أول من أمس واستمرت يوم أمس وأيضا اليوم وخلال الفترة المقبلة. اليوم الأردن أعلن على لسان رئيس الوزراء عن حملة وطنية لجمع التبرعات الإغاثة للأشقاء السوريين، أيضا مساعدتهم على التخفيف من أوجاعهم الحالية ولإبقائهم في وطنهم حتى لا يذوقوا أوجاع اللجوء الذي ذاقه من قبل ملايين السوريين. طيب أخيرا معالي الوزيرة، دعيني أسألك عن هذا الموضوع، موضوع إدخال المساعدات إلى سوريا. الجيش الأردني كما فهمنا يدخل المساعدات الآن إلى اللاجئين السوريين على الجانب السوري من الحدود، هل لديكم معلومات عن عدد هؤلاء؟ طبعا كما نعلم الأردن يعني أعرب عن عدم قدرته على يعني إدخال واستيعاب هؤلاء داخل الحدود الأردنية، هل لديكم تقديرات عن عددهم والأوضاع التي يعيشون فيها؟ عدد السوريين في المنطقة القريبة من الأردن صراحة
يعني متفاوت بحسب المنطقة، إنما هم بالتأكيد بالآلاف، يعني أو يعني بيعدي عشرات الآلاف، لكن ليس فوق 50,000، هذا ما أستطيع أن أقوله. فهذه التقديرات، هذا العدد الكبير من اللاجئين بصراحة في ظل تخلي المجتمع الدولي وفي ظل عدم استجابة منظمات الإغاثة وعدم التزامها بمواثيقها وبتعهداتها بأن تحمي اللاجئين والنازحين، يضطر الأردن اليوم بصراحة أن يقوم بهذا الدور أيضا مرة أخرى نيابة عن المجتمع الدولي. وهذا ما حدث مع الأردن في السنوات الماضية. يعني على مدى السنوات الماضية استضاف الأردن نحو 1.5 مليون سوري، قصر المجتمع الدولي ومجتمع المانحين ومنظمات الإغاثة أيضا في تغطية كلف لجوئهم وتكلفتهم على خزينة الدولة، رغم أنه هذا المكون السكاني اليوم بات يشكل حوالي 20% من سكان الأردن. شكرا جزيلا لك معالي الوزيرة جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية، كانت معنا عبر الهاتف من عمان. الآن معنا من عمان المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري إبراهيم الجباوي، ومعنا من موسكو الكاتب في صحيفة إزفاستيا أندري أونكتكوف. سيد أندري مرحبا بك معنا، دعني أبدأ معك أولا الآن حديث عن محادثات بوساطة أردنية بين الجانب السوري والجانب الروسي وفصائل المعارضة. هل هذه المحادثات تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق نفس الهدف الذي تحقق في مناطق أخرى من سوريا، آخرها كان ربما في الغوطة الشرقية؟ بكل تأكيد، يعني السيناريو الأفضل هنا هو سلسلة المصالحات ما بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، فلذلك روسيا وتبذل كل الجهود من أجل الوصول إلى هذا الهدف، ودون شك كذلك الجهود الأردنية مرحبة، فهذا فقط من أجل يعني هناك النقطة المهمة، لأن هذه المنطقة خفض التوتر، هناك توافق بهذا الخصوص بين روسيا وتركيا وإيران، أي دول الضامنة في بس منطقة خفض التوتر. سيد أندري، يعني هذا الاتفاق سقط، وكانت معنا وزيرة الأردنية قبل قليل وأقرت بذلك أنه هذا الاتفاق أخفق، وبالتالي لا يوجد خفض توتر في هذه المنطقة أبدا. يعني الحملة العسكرية التي يقوم بها النظام وحلفائه جارية منذ فترة طويلة بغض النظر عن هذا الاتفاق. أولا، من يكون خارج هذا الاتفاق فهي المجموعات الإرهابية، فوفق تقديرات روسية هناك حوالي 40% من أراضي هذه المنطقة خفض التوتر تسيطر عليها المجموعات مثل جبهة النصرة وداعش. هذه النقطة. النقطة الثانية هي أن هناك توافق بأن وجود مناطق خفض التصعيد هي فقط مرحلة مؤقتة، وفي نهاية المطاف يجب توحيد أراضي سوريا تحت سيطرة السلطات الشرعية. وأود أن أذكر أن في السابق حينما اتفقت روسيا مع الجانب الأمريكي وكذلك مع الجانب التركي والإيراني والأردني بخصوص إنشاء تلك المناطق خفض التوتر، يعني روسيا تعرضت لعدة الاتهامات بأن هي الأمور تتوجه نحو تفكيك سوريا، وكل الأحداث الجارية الآن في الغوطة الشرقية في ريف حمص حما والآن في الجنوب تشير إلى أن هذه الاتهامات هي غير صحيحة بشكل كامل. الهدف النهائي هو مصالحة شاملة، كفاح ضد الإرهابيين وتوحيد الأراضي السورية تحت سيطرة السلطات الشرعية. طيب أستاذ إبراهيم في عمان، مرحبا بك معنا أيضا في هذا الحوار. المصالحات بين قوسين، هذا هو الهدف النهائي لهذه المحادثات، بمعنى آخر نفس السيناريو نتوقعه الذي جرى سواء في الغوطة الشرقية سواء في حلب في مناطق أخرى. باختصار هو استسلام الفصائل المسلحة، يعني لا أكثر ولا أقل. ما رأيك في ذلك؟ يعني هو هذا هو العنوان الذي يمكن أن يقال، يعني من خلال إملاءات
الوفد المفاوض الروسي على الوفد المفاوض يوم أمس وانسحاب الوفد المفاوض، لكن اليوم بمساع أردنية حميدة عادت واستؤنفت المفاوضات على قاعدة كل شيء قابل للتفاوض، أي أنه يقبل من الوفد المعارض أن يطرح أفكاره وقابل للنقاش، والوفد الروسي أيضا يطرح أفكاره وقابل للنقاش. نأمل، حتى اللحظة لم يصدر أي بيان عن نهاية الجولة هذا اليوم، لا أعتقد أن لا أعرف أن كان في هناك جولة أخرى غدا أو لا، لأنه لم يصدر أي بيان عن لجنة التفاوض من جانب الثورة السورية، لكن نحن نأمل أن تتوصل هذه اللجنة لأنها مفوضة من كافة فعاليات في الداخل السوري، مفوضة بأن تفاوض عنهم لتحقق أفضل الشروط بما يخدم أهلنا المشردين في السهول حاليا، وبما يخدم بلدنا الذي نسعى إلى رفع القتل عنه ورفع التدمير، رفع المعاناة عن أهلنا وأطفالنا ونسائنا الذين نزحوا من ديارهم ولاحقتهم الطائرات الروسية في كل تجمعات سكنية لتأتي على الأخضر واليابس وتقتل النساء والأطفال أطفال مرتكبة بذلك مجازر يندى لها الجبين. طيب أعطينا فكرة أستاذ إبراهيم عن هذه الأفكار التي تطرحها المعارضة في هذه المفاوضات، يعني على ماذا تفاوض؟ ما الذي تريد تحقيقه هذه الفصائل من خلال الدخول في هذه المفاوضات؟ يعني نحن لاحظنا في الغوطة وفي شمال حمص كيف أن بعد الشرطة الروسية كانت تدخل عصابات بشار الأسد والميليشيات الإيرانية لتنكل وتعتقل وتقتل وتنتهك الأعراض وتنتهك الحرمات في تلك المناطق. نحن نطالب روسيا من خلال هذه اللجنة طبعا بأن لا تدخل هذه التنظيمات الإرهابية إلى مناطقنا، ولا تدخل قوات النظام، أن يبقى الجيش الحر حامي لأهله في هذه المناطق، أن لا تنتهك الحرمات، أن يرفع القصف من خلال الطائرات والبراميل المنفجرة ويكف المدافع والدبابات عن استهداف بلداتنا وتجمعاتنا السكانية. هذا أهم ما نطلب، والحياة بعيش والعيش بحياة كريمة وحرة وفق ثوابت الثورة السورية التي انطلقت سلمية تنادي بالحرية والكرامة. سيد أندريه، ما رأيك؟ هل هذه أفكار معقولة؟ عدم دخول قوات النظام، بقاء فصائل الجيش الحر لحماية المدنيين؟ بالتأكيد النظام يعني غير معني بمثل هذه الأفكار. أنا كنت واضح في السابق، لا يمكن أن نسير باتجاه تقسيم سوريا، تفكيك سوريا وتواجد أراضي خارج سيطرة السلطات الشرعية السورية. يعني روسيا من جهتها تلعب دورا وسيطا وتقدم كل الضمانات لجانب المعارضة، وفي السابق قبل حوالي أيام شاهدنا انضمام المسلحية الجيش الحر إلى الجيش العربي السوري، وهم الآن يكافحون جانب إلى جانب ضد المجموعات الإرهابية، وأنا أعتقد أنه هو إنجاز كبير جدا. على كل حال، الهدف الرئيسي كما ذكرت هو توحيد أراضي سوريا وإيجاد مصالحات بين الجانب الحكومي والجانب المعارضة، وكذلك روسيا لا تزال، هذا إذا نأخذ في عين الاعتبار ساحة القتال، وروسيا لا تزال في نفس الوقت تصر على مشاركة المعارضة المسلحة في المفاوضات، في مثلا استضافة المسلحين إلى سوتشي لمفاوضات، ولكنهم رفضوا مشاركة في هذا المؤتمر. هذا شيء مؤسف جدا، لأن أنا في الحقيقة أود أن أشير، الآن التصرف المعارضة هو غير البناء، و نحتاج فقط جدية. سيد أندريه، استضافوهم في أستنا في جولات متلاحقة، وبعدين قصفوهم في الغوطة وقصفوهم في أماكن أخرى، يعني ما الذي تتوقع من هذه الفصائل؟ ولكن أثرت نقطة مهمة أستاذ إبراهيم، أود أن أسمع رأيك فيها. يعني اليوم كما يقول السيد أندريه، فصائل المعارضة تقاتل جنبا إلى جنب مع الجيش السوري النظامي ضد المجموعات الإرهابية، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق برأيك؟ يعني شر البلية ما يضحك، والتشدق بمحاربة الإرهاب
من قبل، بينما كانت تدك الطائرات الروسية بحممها النارية من كافة أنواع الصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا، الفراغية والعنقودية والفسفورية. كنا نلحظ على بعد 4 كيلومتر من تلك المناطق التي كانت تدك ينعم من تنظيم داعش بالأمن والأمان، ولم تطلق باتجاهه أي طلقة، لا حتى طلقة المسدس لم تطلق باتجاهه التي هي قصيرة المدى. وبالتالي هذا التشدق بمحاربة الإرهاب لم يعد ينطلي على أحد، بات الطفل الصغير يعرف أنهم هم من أوجدوا الإرهاب وهم من زرعوا الإرهاب في بلادنا. روسيا دولة محتلة اليوم للأرض السورية، وهي التي تقرر، ليست هي وسيطة بين المعارضة والنظام، هي التي تقرر عن النظام، وهي التي تشكل اليوم الفيلق الخامس الذي يشابه جيش الشرق على أيام الاحتلال الفرنسي في سوريا. وبالتالي هي تدعو إلى الانضمام إلى هذا الفيلق بقيادة روسية مطلقة، لا يوجد لقوات النظام أو لضباط النظام قيادته، تحاول تجنيد من يصالح في هذه المناطق وتلك المناطق أن ينضم إلى هذا الفيلق لكي تحارب مستقبلا به من يحاول يعني لفظ هذا الاحتلال ومعاداة هذا الاحتلال. روسيا دولة محتلة، روسيا دولة مجرمة، روسيا تمارس الإرهاب يعني المنظمة على الذي يجري في هذه البلدات اليوم. هناك بحسب الأنباء 7-8-9 بلدات ربما أكثر يعني قامت بالمصالحة بين قوسين وتصالحت مع النظام كما هو الحال كما جرى في مناطق أخرى. من الذي يقوم بالتفاوض نيابة عن هذه البلدات؟ هل للجيش السوري الحر وفصائله أي دور في هذه المصالحات؟ يعني أنا على علمي 3 بلدات التي صالحت بالأمس، ومن بينها بلدة داعل التي وإبطاء، اللتين بمحاذاة بعضهم البعض هم صالحوا لوحدهم، هم استدعوا النظام واستدعوا القوات الروسية لدخول البلدة، وبعد أن دخلوها وأقاموا لهم الأهازيج والأفراح والاستقبالات الشعبية لهذه القوات، لجأت قوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى حملة اعتقالات ودهم بين صفوف الشباب واقتيادهم إلى جهات مجهولة، ومنهم هم من نفذ فيهم الإعدام ميدانيا في الساحات في ساحات تلك البلدات. أما إن كان هناك بلدات صالحت هذا اليوم فهذا لم يصلني هكذا أخبار ولم أطلع عليها إطلاقا، لأنه لا يعقل أن تصالح بلدة من تلقاء نفسها بعد أن الذي رأته من خلال البلدات السابقة وهو كان مكشوف لكل العيان. بلدة طفس غرب بلدة داعل اليوم نالها وحدها 24 غارة من طيران سو-25 الروسية وبصواريخ ارتجاجية، وعلى بعد 3 كيلومتر منها غربا بلدة عدوان التي يقطنها الإرهابيون الداعشيون، ولم يطلها أي قذيفة من تلك الغارات 24، وكل غارة كانت ترمي بحمم 6 صواريخ مع بعضها البعض، أي بما يعادل أضرب 6 صواريخ بما يعادل يعني أكثر من 50-60 طن من المتفجرات سقطت على تلك البلدة ودمرت ما دمرته وقتلت من قتلت من النساء والأطفال، وكلهم يعرفون والعالم أجمع يعرف بأنه ليس هناك قوات جيش حر في تلك البلدة، ما هناك إلا النازحين من البلدات الأخرى التي دخلتها الميليشيات الإيرانية تحت الجدران النارية التي تشكلها الطائرات الروسية. وبالتالي نحن نأمل من لجنة التفاوض اليوم، لا أعلم إن كان هناك جلسة ثالثة أو قد انتهت اليوم، حتى الآن لم يصدر بيان، نأمل أن تكون قد توصلت لاتفاق أقل ما يمكن، وقف إطلاق النار ورفع القتل عن شعبنا ورفع المعاناة التي يعانيها النازحون على الحدود في العراء. طيب سيد أندري، أود أن أعود إلى النقطة التي أثرتها قبل قليل، أنه هناك فصائل من المعارضة كما تقول تقاتل جنبا إلى جنب مع جيش النظام السوري ضد المجموعات الإرهابية، يعني هل عندك معلومات في هذا الموضوع؟ من هي هذه الفصائل أو بعضها وفي أي مناطق مثلا؟ يعني دائما روسيا تنشر هذه المعلومات بكل وضوح، وهذه الفصائل من الجيش السوري الحر ينضمون إلى الجيش العربي السوري، وهناك معلومات رسمية من الجانب الروسي بهذا الخصوص. يعني يوميا أنا أعتقد بشكل يومي هناك انضمام لقورة وفصائل
المعارضة إلى صفوف الجيش السوري، وهناك كما ذكرت هناك مصالحات فعلا ما بين الطرفين، وهناك نشاهد كذلك تعاون بين الطرفين، تعاون الإيجابي في مجال مكافحة الإرهاب، لأن كما ذكرت وفقا لتقديرات الروسية هناك 40% جبهة النصرة وداعش تسيطران على حوالي 40%. يعني هذه مسألة لافتة سيد أندري، عندما تقول هناك تعاون إيجابي بين فصائل الجيش السوري الحر وقوات النظام، ذكرنا لماذا خرجت فصائل الجيش الحر تقاتل النظام إذا كان هناك تعاون وهذه الروح الإيجابية وكل هذه الأمور وتمت بمصالحات بسيطة، لماذا برأيك خرجت هذه الفصائل تقاتل النظام في بداية الحراك الشعبي؟ يعني يجب أن نذكر إذا بداية الحراك الشعبي عندما كانت بعض الدول إقناع الكل بأن النظام يقمع مظاهرات السلمية فقط، ولكن الآن نشاهد أن لم تكن هناك مظاهرات سلمية، يعني الأمور تحولت بشكل سريع جدا إلى كفاح المسلح. ومن أين حصلت تلك المجموعات المسلحة على أسلحتهم؟ إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا وإلى ما هنالك. والآن عندما نشاهد التطوير الإيجابي في مجال مكافحة الإرهاب، الجيش السوري تستعيد السيطرة على مناطق كثيرة جدا في سوريا، والآن هناك على ما يبدو المجموعات المسلحة تفهم أن الأحلام حول إسقاط السلطات الشرعية بشكل عسكري هي فقط أحلام، وهناك حان الوقت للتعاون لتفاوض ولإيجاد حل مشترك. وأود أن أشير إلى نقطة مهمة، أن روسيا من جهتها لا تتجاهل تلك الفصائل المسلحة، هي جاهزة لتلعب دورا بسيطا سوى على ساحة القتال أو في المفاوضات في أستانا، في جنيف أو في سوتشي حينما استضافت روسيا تلك المجموعات المسلحة. طيب فقط للتذكير سيد أندري، ربما تابعت في بداية الحراك الشعبي لم يكن هناك استخدام للأسلحة إلا بعد يعني 7-8 أشهر، كانت الحراك سلميا بالكامل، وكنا نرى حلقات الدبكة في البلدات والمدن السورية المختلفة، والمسألة الأسلحة دخلت في وقت لاحق. على كل حال أستاذ إبراهيم، هل نحن الآن بصدد سيناريو الباصات الخضر، هذا السيناريو الذي شهدناه في أماكن مختلفة تمت فيها هذه المصالحات، نقل كل المسلحين أو معظمهم أو من يرغب في التوجه إلى مكان آخر والإلقاء بهم في منطقة أخرى، ربما إدلب، ربما مناطق أخرى، هل هذا السيناريو سيتكرر برأيك؟ أولا يعني أنا أستغرب من كلام ضيفك، هو يقول كفاح مسلح، يعني هو يعرف ماذا تعني كلمة كفاح؟ عندما يقول كفاح مسلح معناته نحن على حق حينما نستخدم السلاح، ولكن يعود ويتشدق ويقول بأن روسيا مهتمة بعمل يعني مجال وسيط بين الجيش الحر والنظام. يا أخي كل العالم بات يدرك بأن روسيا محتلة وروسيا هي صاحبة القرار. طيب أستاذ إبراهيم، ما عندنا وقت كثير، سنفقد الاتصال بالأخبار الصناعية، هل نحن بصدد سيناريو الباصات الخضر؟ أعتقد أن الباصات الخضر لن تأتي إلى درعا، وهذا كان يعني شو بدي أقول لك من الثوابت الثورية التي ألزمت بها لجنة التفاوض من قبل خلية الأزمة في درعا أن لا يكون هناك تفاوض مطلقا على الباصات الخضر. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم الجباوي المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري، كان معنا من عمان، وشكرا لضيفنا من موسكو أندري أونتيكوف الكاتب في صحيفة أزبستيا، شكرا لكم.